فوليوم قبل فوليوم احنا كنا بناخد حاجه يعني اخر جهاز اخدته ايه؟ ليفل صح؟ كنا بناخد ليفل يعني بايه؟ اسمها سي بس الجهاز كان باسمها سي؟ الجهاز كان بايه سيرتيفايد واحنا عندنا طريقتين يا اما طريقه الرايز والفول يا اما الاتش سي كنا بنعمل ايه؟ نحسب هنسيب اي نقطه معلومه ايه نقطه معلومه المنسوب اللي هي ايه؟ بنش مارك صحيح هل لما انت اشتغلت في العمل او انا مباشره في النظري قلت لكم لازم تحطوا الجهاز عند اي نقطه ايه؟ اهم حاجه احط الجهاز عند اي نقطه بس المسافه بين الجهاز والامام ما حدش كام؟ 50 متر عشان كيرفتشر ايرور لكن ما التزمتش معاك انا اقول لك ايه؟ حط الجهاز عند النقطه دي صح؟ طيب احنا النهارده هناخد ايه؟ جهاز ايه؟ تيوب ليد او توتال ستيشن ايه الفرق بين تيوب ليد وتوتال ستيشن؟ ناس اتفرجت على المحاضره توتال ستيشن هو تيوب ليد بس توتال ستيشن زودنا فيه خاصيه زياده اللي هي الاي دي ام اللي هي عرفت تقيس ايه؟ اطوال مسافات لكن هو نفس الجهاز هو نفس الشكل بس ده فيه اوبشن زياده ان هو بيقيس ايه؟ اطوال وعشان كده هو اعرف طيب التيوب ليد اكيد عندي اكتر من نوع تيوب ليد اول ما بدانا كان حاجه اسمها الاوبتيكال الاوبتيكال ده عباره عن ايه؟ انت لو كنت بتاخد القرايه بعينك يعني انت بتبص كده وفي شريط كده وفي مؤشر بيروح عند الزاويه زي مثلا في الشريط رقم 15 انت اللي بتقرا الزاويه وده اغلى من الديجيتال الديجيتال بقى خلاص بقينا نتطور شويه سنه بقينا بقى في ريفلكتور عاكس وجهاز اول ما اشغله بس بوجه الجهاز للنقطه اللي موجوده عندها الريفلكتور هيقرا ايه؟ الزاويه على طول هيديك زاويتين حاجه اسمها زينس انجل وحاجه اسمها ايه؟ الهورزونتال طب الجهاز التوليد ده بيقيس كام زاويه؟ ثلاث انواع من الزوايا هقول لك ازاي بيقيس الهورزونتال بيقيس الزينس الجهاز بيقيس الزينس بس انا من الزينس انجل بعرف من ايه؟ الفيرتيكال انجل طب ما يا باشمهندس ايه الزينس وايه الفيرتيكال وايه الهورزونتال؟ طب اول حاجه الهورزونتال انجل الزاويه الافقيه هي عباره عن مش هي الزاويه ما بين المستوى الراسي اللي بيمر باول نقطه والمستوى الراسي اللي بيمر بتاني نقطه او الزاويه ما بين اسقاط النقطه على المستوى الافقي او خط الوصل ما بين اسقاط النقطه على المستوى الافقي والجهاز وخط الوصل ما بين اسقاط النقطه الثانيه على المستوى الافقي والجهاز كده ادي المستوى الافقي بتاع الجهاز وادي اسقاط اول نقطه على المستوى الافقي وادي الجهاز ادي اول خط وادي اسقاط ثاني نقطه على الجهاز ثاني خط الزاويه ما بينهم هي الايه؟ الهورزونتال انجل طيب الفيرتيكال انجل هي الزاويه ما بين المستوى الافقي والخط الواصل ما بين النقطه والجهاز يعني كده ادي المستوى الافقي وادي الايه؟ الفيرتيكال انجل ممكن تبقى كده او كده عشان كده الفيرتيكال انجل ممكن تكون شويه ايه؟ سالب ونقطه يا اما الفيرتيكال يا اما ايه؟ ديبريشن نقطه فوق المستوى او نقطه تحت الايه؟ المستوى طب الزينس ايه؟ نعم الانجل بتاعك مش هيبقى اسمه مش هيبقى اقول لك لا هو عادي ما النقطه موجوده فوق يعني زي المروحه دي انا عايز اعرف المروحه دي عامله زاويه قد ايه مع المستوى الايه؟ مع المستوى الافقي دوت الارض تمام؟ طيب الزينس بقى الارض ولا اي مستوى افقي انا بقول مثلا لو انا عندي مستوى افقي الارض عايز اعرف اعمل زاويه مع ايه مع مستوى افقي الارض بس انا المستوى الافقي بتاع الجهاز اللي انا بظبطه اللي هو المستوى الوحده ما احنا لسه هشرح الجهاز دلوقتي بيتكون من ايه؟ يا اما تحت عشان كده الاليفيشن الفيرتيكال انجل ممكن تكون اشارتها ايه؟ سالب او موجب طب الهورزونتال ممكن يكون اشارتها سالب؟ اي حد في جدول اللي بيجيب فيه زاويه الهورزونتال كاتب اشاره بالسالب تلاقي الدكتور بيعملها غلط ما ينفعش الهورزونتال انجل تبقى اشاره بالسالب ليه؟ لانها بتبدا من 0 360 فانت بادئ من 0 وراجع عند نفس النقطة 360 بس ازاي هتبقى بالسالب؟ أي إشارة بالسالب تزود عندك 360 في الهورزونتال أنجل يعني أنت بتجمع عشان في قوانين كده ستاندرد شغال بيها فأنت ممكن تطرح حق ولا قليل ناقص تي فتلاقي فاينل أنسر كام؟ بالسالب ما ينفعش تكون سالب في الهورزونتال تجمع عليهم كام؟ 360 يعني جدول الهورزونتال أنجل عمرك ما هتلاقي تطلع قيمة بالسالب أي قيمة بالسالب تجمع عليها كام؟ ما ينفعش تسيب قيمة سالب بالسالب في الهورزونتال أنجل تمام؟ الزينس انجل هي الزاويه ما بين الخط الراسي اللي هو المفروض النورث دايركشن انا بظبط الجهاز اللي يكون الخط الراسي بتاع الجهاز او الفيرتيكال اكسس بتاع الجهاز موازي للنورث دايركشن
وخط الوصل ما بين النقطه والجهاز يعني ديت زينه ثانيه زاويه ده الخط الرأسي ده خط الوصل ما بين الجهاز والنقطه تمام اي جهاز اي جهاز يوديك او كنترول ستيشن في ثلاث محاور ايه هما المحور الافقي اللي هو بيرسم لك المستوى الافقي والمحور الراسي العمودي على المستوى الافقي والسايت لاين اللي هو محور الرؤيه اللي هو التلسكوب نفسه انت بتحركه فوق وتحت لحد ما تشوف النقطه يبقى الجهاز ده كام محور ثلاث محاور احنا كده عرفنا الجهاز وعرفنا طب الجهاز بيكون ايه اصلا زي الليفل الليفل ده بيكون ايه ترايبود صح الرجلين وايه جهاز نفس التلسكوب طب انا نزلت الموقع وعايز اي زوايا اول حاجه بعملها ايه في الليفل اول حاجه بنعمل ايه نمسك الجهاز بتاعنا نظبط الافقيه بتاعته قلنا الليفل اهم حاجه نظبط الايه الافقيه ونعمل اختبار كوبيك تيست واختبار ما اعرفش الباركس وشويه اختبارات كده عشان نشوف الايرور. طب في تيوب دي انا عندي كام محور؟ ثلاثه. المحور الثالث دوت بتاع المحور الرؤيه كده كده ما مظبوطوش ده بيتحرك. لكن المحور التانيين لازم اتاكد ان هم ايه؟ واحد افقي فعلا وواحد راس. طب اظبط الكلام ده ازاي؟ اول حاجه بيختلف التيوب دي عن الليفل اللي انا كنت في الليفل بقول لكم كنت جاهز في اي حته في نقطه معينه فوق في الروف قلت لكم لازم تحط عندها جهاز. لا حط جهاز في اي حته في الموقع بس ايه؟ اكبر من الموقع انت المكان اللي حاطط فيه جهاز البعد ما بينه وبين النقطه اللي انت عايز توصلها او الاب اللي انت هتحطها ما يعديش كام؟ عشان قلنا بريفيشن ايرور لكن في التيوب ديت لا لازم احط الجهاز عند نقطه معلومه في المكتب او نقطه معلومه في الموقع اسمها كنترول بوينت لازم ما ينفعش احط جهاز في التيوب في اي حته طيب حطيت الجهاز عند النقطه برضه في حاجه اسمها التسامي ايه التسامي ده يا باشمهندس؟ التسامي دوت لما اجي اظبط الجهاز اتاكد او بياكد ان الخط الرأسي اللي لوحده موجود جوه الجهاز مار بالنقطه اللي انا واقف عندها وكمان موازي لايه؟ نص دايركشن يعني فايده التسامي ده ايه؟ ياكد لي ان الخط الرأسي بتاع الجهاز الفيرتيكال اكسس اللي جوه الجهاز اللي انا مش شايفه مار بالنقطه الكنترول بوينت وموازي لايه؟ النص دايركشن طب بظبطه ازاي؟ اول حاجه حط الترايبود بتاعتك الرجلين بتاع الجهاز تحاول تخلي ان الرجلين البعد ما بين النقطة وكل رجل متساوي يعني تخلي النقطة في نص الايه؟ الجهاز بالظبط طيب عملت كده مش هتعرف تظبطها بالظبط اكيد في حاجة اسمها ايه؟ اوبتيكال بلامنج ايه الاوبتيكال بلامنج ده يا باشمهندس؟ ده منظار كده حاجة عاملة زي الايبس كده تلسكوب بس ايه؟ من جوه عامل كده بايب كده وفي هنا ميرور وبايب تانية بحيث انت لما تبص كده تشوف من تحت ما تشوفش قدام فانت بتفضل بالاوبتيكال بيراميد دوت تبص لحد ما تتاكد ان ايه؟ انت شايف النقطه في النص. طب احرك ازاي؟ تمسك الجهاز وتمسك الرجلين تبدا تحرك الرجلين يمين شمال قدام ورا لحد ما ايه؟ انت شايف ايه؟ النقطه. يبقى الاوبتيكال بيراميد او التسامي مظبوطه بايه؟ الترايبود اللي احنا بنحرك الرجلين نفسها حركها من مكانها. طيب خلاص اتاكدنا ان النقطه فين؟ في النص كده احنا ظبطنا اول حاجه ايه؟ التسامي. عايزين نظبط الافقيه بقى خلاص كده اتاكد ان الفيرتيكال اكسس موازي الايه؟ نورث دايركشن بيمر الايه؟ بالنقطه. عايز نظبط المستوى صح؟ نظبطه ازاي؟ كنا بنظبط في الليفل المستوى فيه ازاي؟ في ميزان كده ميه سيركلر كنا فيه بابل متاكد ان هي في النص؟ طب هنا في التيوب دي كنا بنظبطه ازاي؟ خلاص انت ثبت الرجلين ما ينفعش تحركهم تاني بس في الليل كل رجل فيها ايه؟ سكرو كده بسمار بيحصل سلايدنج للايه؟ للرجل يا اما تطلع يا اما تنزل صح؟ ونطلع من ايه؟ نشوف البابل، انت بتحرك كل رجل على حسب البابل موجوده فين. يعني البابل موجوده هنا انا احرك الرجل اللي قدامها، البابل موجوده هنا احرك الرجل اللي قدامها، البابل موجوده هنا احرك الرجل اللي قدامها. عشان ممكن الدكتور زي السؤال في الشيء جايب لك سوري سيركلر بابل وبيقول لك حرك انه رجل. انت بتحرك الرجل المناظر اللي قدام البابل على طول. انا بحركها بطلعها منزلها فالبابل بتتحرك في اتجاهها. انا عايز اجيب البابل عندي انزلها، عايز اجيب البابل هناك اطلعها. افضل احرك اطلع لغايه لحد ما ايه؟ اظبط البابل فين؟ في النص. كده انا فاكر انا عارف ان المستوى الافقي مش قوي البابل دي دقتها 20 دقيقه 10 دقائق الدقه بتاعتها يعني هي بتظبطك المستوى الافقي بتاع الجهاز عن المستوى الافقي الحقيقي بيقل شويه بسيط 10 دقائق انا عايز حاجات تعليل الدقه اكتر عايز اتاكد المستوى الافقي بالظبط
الاكيورسي عالي. في حاجه بقى ميزان اسمه ايه؟ لونج ديودنال، ميزان طولي كده زي ميزان الميه بتاع الناس اللي بتعمل سيراميك والحاجات ديت. دوت خلاص انا كده حرك الرجل ايه تاني؟ خلاص اللي يشعر كده الارض زي الليفل. ففي ايه؟ ثلاث سكرو كده افضل لفوق يمين شمال قدام ورا لحد ما ايه؟ اتاكد ان البابل في الميزان ديت موجوده فين؟ في النص. انا كده خلاص عرفت ان مستوى افقي والفيرتيكال اكسيد ايه؟ عمود على مستوى افقي. طب عايز شيء برضه امسك الجهاز اللي في كام؟ 180 درجه وابص على البابل في اللي موجود قدامي هل هي موجوده ولا لا؟ لو موجوده يبقى خلاص الجهاز ده ما فيهوش اي صناعه خلاص. المحور الراسي في اتجاه النص دايركشن والمحور الافقي عمود عليه. لا 180 تمام؟ تمام كده ظبطنا جهازنا صح؟ طيب عايز بقى ايه؟ اقيس الزاويه تمام؟ انا بعمل ايه؟ بحط الجهاز اللي فكرته فيه عاكس كده واحط عندها ايرور عايز اعرف اقيس الزاويه عندها واوجه الجهاز دي وجهت الجهاز دي هيقرا قرايتي. اي جهاز تيوليت القرايه الفيرتيكال بزينس مش فيرتيكال. يعني الجهاز ما بيدكش فيرتيكال انجل بيديك زينس انجل. الزاويه ما بين الخط الواصل ما بين النقطه والجهاز والايه؟ المحور الراسي او النص دايركشن تمام؟ وبيديك هورزونتال انجل. طيب هل انا متاكد ان مستوى افقي يقدر افقي ومستوى راسي يقدر راسي؟ مش ممكن شويه هواء يعدي ممكن انا غصب عنه وماشي اقلس الرجل ممكن الباشمهندس هو ماشي بيحرك الجهاز المستوى ما كانش ربطه كويس فنزل سنه ريح ممكن التراب نفسه الرجل ريحه. فحصل ايه؟ حاجه اسمها تلت. تلت دوت الزاويه اللي بيعملها المستوى الافقي مع الجهاز مع المستوى الافقي الحقيقي نتيجه عوامل خارجيه. او الزاويه اللي بيعملها المستوى الراسي بتاع الجهاز مع المستوى الحقيقي الراسي الحقيقي اللي انا عايز اوصل له. طيب الحاجات دي انا هكتشفها ازاي؟ ازاي اعرف الجهاز فيه ايرور؟ انا لو قست اول زاويه هعرف فيه ايرور ولا لا؟ ما اعرفش صح؟ انا مش عارف الزاويه اي ايرور مش عارف لازم اعرف الترو فاليو صح؟ عشان اعرف القيمه اللي انا قريتها دي هل هي قريبه او زي الترو فاليو ولا لا؟ لو زيها يبقى مفيش ايرور لو مش زيها يبقى اكيد في ايه؟ ايرور. طب اعمل كده ازاي يا باشمهندس؟ تعمل حاجه اسمها فيس ليفت فيس رايت. ايه الفيس ليفت وايه الفيس رايت يا باشمهندس؟ اول حاجه سيبك من وضع الجهاز وزي ما الدكتور شارح ان لازم يكون الفيرتيكال سيركلر بتاع الجهاز اللي هي بيخلي لك التلسكوب يطلع ينزل على ايدك اليمين عشان كده فيس ليفت وبعد كده تقلبه فيس رايت. بتعمل ايه اول حاجه؟ تقرا اول هطلع لك رايتين هورزونتال والزينس اللي احنا بنقول عليها فيرتيكال. شوف كلمه الفيرتيكال دي لو كانت قريبه من 90 تسميها ايه؟ تسمي الوضع الجهاز ده ايه؟ فيس ليفت. لو كانت كلمه الزينس في الجهاز قريبه من 90 تسمي وضع الجهاز في الوضع دوت يعني القرايه دي اسمها ايه؟ فيس ليفت. طب لو كانت كلمه زينس قريبه من 270 فيس رايت. طيب ايه فرق الفيس ليفت والفيس رايت؟ يعني ليه انا بقى من نقطه واحده ورا مرتين؟ عشان اشوف في ايرور حصل ولا لا. طب ازاي برضه تعرف في ايرور يا باشمهندس؟ قال لك انت في تشيكين بتعملهم. ايه هما؟ تشيك للزاويه الهورزونتال وتشيك للزاويه الفيرتيكال. في الزاويه الهورزونتال لازم الفيس ليفت ناقص الفيس رايت يساوي 180. لو كانت كلمة الفيس ليفت ناقص الفيس رايت يساوي 180 مفيش ايرور عندك. بكده الوضع الافقي المستوى الافقي افقي المستوى الراسي ما حصلش اي تلت. طب بالنسبه للزينس الفيرتيكال انجل لازم الكيل السمشن بتاع فيس ليفت زائد فيس رايت يساوي كام؟ 360. طب هل في طبيعي بيطلع السمشن 360 والفرق ما بينهم 180؟ قال لك لا طبعا بيحصل ايه؟ ايرور. طب ايه اللي انا ممكن اقبله؟ احنا قلنا الايرور عندنا ايه؟ مش عندنا حاجه اسمها جروس ايرور وسيستماتيك ايرور. الجروس ايرور ده كلمه ايرور كبيره يعني حصل عيب في القرايه كبير يعني المفروض الفرق ما بين 180 طلع 190 10 درجات يبقى اكيد في قرايه غلط. اكيد انا بقرا القرايه او بقرا القرايه قريتها غلط. ما ينفعش يكون الايرور يعدي 10 درجات. ده اسمه جروس ايرور. ده يبقى لازم انزل ارسم من تاني. يبقى القرايه دي مرفوضه. ترجع الباشمهندس عن المساحه ينزلوا ايه؟ يرسلوا من تاني. طب ايه الايرور المسموح بيه؟ قال لك انت مسموح لحد درجه درجه ونص. يعني 180 179 188 178 182 اكتر كده ما ينفعش. 100 361 359 السبشن بتاع الزينس. تمام؟ اكتر من كده اكتر من خمس درجات ما ينفعش. ده اسمه جروس ايرور تريفل. ما ينفعش استخدم ما ينفعش اعدي بالكامل يعني. طيب يبقى انا خلاص جبت الفيس ليفت والفيس رايت في كل نقطه
وشفت فيه ايرور ولا لا. باشمهندس انا عايز اجيب بقى الكوريكت ريجن، عايز اجيب الترو ريجن بقى اعمل ايه؟ مش الايرور دوت كان ناتج من القرايتين صح؟ الايرور الناتج دوت ناتج من اول حاجه في السيف وفي السرايد نفس النقطه. باشمهندس سيروشك فاهم معايا صح؟ يبقى تي كلمه الايرور دوت لما اجي ازودها للفيس ليفت وفيس رايت كل واحد هياخد 50% عشان كل واحد شارك كام في الايرور؟ 50 50 صح؟ عشان اقول لك الايرور بجيب ان هو الفيس ليفت زائد ناقص الفيس رايت في الهوريزونتال والفيس ليفت زائد الفيس رايت في الفيرتيكال لازم ده يساوي 360 وده 180. لو اي قيمه يبقى في ايرور، يبقى كلمه الايرور دي اللي مشارك فيها الفيس ليفت 50% والفيس رايت 50%. يبقى لما اجي اعدل الكامل اللي عندي كل واحد هياخد كام؟ نص كلمه الايرور صح؟ كل واحد مشاركه بكام؟ ب 50%. طب كلمه الايرور دي بتساوي ايه؟ قال لك كلمه الايرور دي بالنسبه للهوريزونتال 180 ناقص الفرق من حساباتك. يعني انت 180 الفرق من حساباتك كان 180 و5 درجات و5 دقائق. يبقى الايرور كام؟ سالب 5. 180 ناقص الفرق. يعني 180 ناقص الفيس ليفت ناقص الفيس رايت. 360 ناقص السمشن بتاع الفيس ليفت والفيس رايت للزينس. يعني تثبت كده. طب كلمه الترو ريدنج فيس الفيس ليفت او فيس رايت زائد الايرور على 2 الايرور ده بتكتب اشاره عشان كده قلت لك ثبت 180 ناقص 360 ناقص عشان لو كان بالسالب تحطه بالسالب لو كان بالموجب تحطه بالموجب. انت تثبت 180 ناقص الفيس ليفت ناقص الفيس رايت 360 ناقص الفيس ليفت زائد الفيس رايت وتشوف لو كان الفاينل انسر بتاع الاثنين دول بالسالب فانت عارف ان القانون ترو ريدنج لاي نقطه في السيف او في السرايد بيساوي ايه؟ القرايه اللي جبتها زائد الايرور على 2 وحط كلمه الايرور دي بالاشاره اللي طالعه لي. لقيت سالب حطها بالسالب، لقيت موجب حطها بالموجب. تمام؟ كده عرفت اجيب ايه؟ ترو ريدنج لاي نقطه. عدلت الايرور. طيب النقطه الواحده ليها فيرتيكال انجل؟ اي نقطه؟ شايف نقطة ليها فيرتيكال انجل؟ النقطة دي فوق أو تحت المستوى الأفقي؟ ليها زينس انجل؟ عاملة زاوية قد إيه مع المستوى الرأسي؟ طيب الهوريزونتال انجل ينفع أجيبها نقطة واحدة؟ لا فقط. بالنسبة لإيه؟ الهوريزونتال انجل دي اللي هي الزاوية من إيه؟ نقطتين. أنا قلت في التعريف إيه؟ هي الزاوية ما بين الخط الواصل ما بين إسقاط النقطة على المستوى الأفقي والجهاز وخط الواصل ما بين إسقاط النقطة الثانية على المستوى الأفقي والجهاز أو الزاوية ما بين المحور او المستوى الراسي بيمر اول نقطه والمستوى الراسي بيمر بايه؟ بتاني نقطه. يعني الهوريزونتال انجل لازم عشان اجيبها لازم عندي ايه؟ نقطتين. لكن الفيرتيكال انجل كل نقطه ليها فيرتيكال انجل واحده وليها ايه؟ زينس انجل واحده. تمام؟ احنا قلنا فيرتيكال انجل ينفع تبقى بالسالب؟ يا اما الاليفيشن يا اما ايه؟ ديبريشن. طب الهوريزونتال ما ينفعش انا ببدا من زيرو اروح لكام؟ 360. لقيت اي قيمه سالب في الجدول او من حساباتي اعمل ايه؟ ازود 360. تمام؟ تمام. حد معاه شيء برضه؟ دكتور ايه ما ينفعش عشان كده عشان كده هو ايه؟ كده يا باشمهندس مش فاهمين حاجه؟ في محاضره النظري بتاعت الايرور تتفرجوا عليها على الدكتور، رفع لكم المحاضره بتاعت الايرور. هي نفس الليفل مع شويه حاجات اضافيه بس هتسير فيها نظري. الدكتور التاني دكتور محمد جمعه. أول سؤال يا باشمهندس بيقول لك What device is used to center a modern tiltrotate over a point؟ إيه الجهاز اللي أنا بظبط بيه التسامت؟ أو اللي بشيك بيه على التسامت؟ اللي أنا قلت أول حاجة اللي هو المنظار عامل كده. الأوبتيكال بلمبر صح؟ اللي هو بيه. بيقول لك إن ذا نيكست فيجر ذا سيركلر ريبريزنت ا سيركل بابل نيكل أند ذا سيلاندر. بيقول لك في الصورة اللي قدامك دوت البابل موجودة هنا. احرك انا رجلي عشان اعرف احرك البابل اللي جوه. انا قلت ايه؟ بشوف الرجل اللي قدام البابل ايه وهي دي اللي احركها. انا رجلي اللي قدام البابل الايه صح؟ طب بيقول لك السنتريك از تو، يعني التسامد ده عباره عن ايه؟ انا بعمل بظبط التسامد ده ليه؟ عشان اتاكد من ايه؟ مش عشان اتاكد ان المحور الراسي بتاع الجهاز راس وبيمر بالنقطه يبقى بي صح؟ كله معايا؟ سيركل بابل فور تيوبليت شود بي ادجست يوزنج. انا بظبط سيركل بابل بايه؟ ترايبود صح؟ انا قلت اول حاجه بظبط السامد وانا احرك الرجل نفسها لكن السيركل بابل بالسكرو
افضل ارفع وانزل يحصل سلايدنج للريف واظبط بيها الايه السيركلر بابل. يبقى السيركلر بابل بالايه ترايبل ليك which of the following angle is not ايه الزوايا اللي بيقيسها التيوديد. انا قلت دي ثلاث انواع زوايا ايه هي الهوريزونتال الفيرتيكال الزين. يبقى اللي مش بيقيسها هنا السلوب. السلوب ده كنت بجيبه بالايه بالليفل عشان انا كنت بجيب فرق المناسيب بين نقطتين واقول السلوب هو عباره عن الفرق المسافه الرأسيه على المسافه الافقيه ما بين النقطتين 5 5. بيقول لك ايه الزاويه اللي ما بيقيسهاش الجهاز. انا قلت الجهاز بيقيس ايه الهوريزونتال والزينث وانا من الزينث بعرف اجيب الايه الفيرتيكال. هل بيقيس السلوب؟ بيقيس السلوب. السلوب كنت بجيبه بالايه بالليفل صح المسافه الرأسيه على المسافه الافقيه. الزينث انجل هي الفيرتيكال ولا النورث دايركشن؟ ايه الداتا بتاعنا؟ انا بحاول اثبت الفيرتيكال اكسيز ان هو يوازي الايه النورث. لكن يبقى الزاويه نفسها هي عباره عن ايه الزاويه بين النورث دايركشن والخط الوسط ما بين النقطه والجهاز يعني من النورث. انا بحاول اظبط لما بعمل تسامر عشان اتاكد ان الفيرتيكال اكسيز بتاع الجهاز موازي للنورث دايركشن صح. يبقى الداتا بتاع ايه النورث دايركشن تمام. طب الفيرتيكال انجل مش هي الزاويه اللي بتقول لك ارتفاع او انخفاض النقطه عن المسار الافقي اللي هي الميشر اب اور داون فور ذا هوريزونتال صح لا سي واللي برينج ذا ريد اوف ذا جست اند بابل. بيقول لك انت ليه بتلف الجهاز 180 بعد ما تظبط البابل في اللونجيتيود عشان تشيك على ايه؟ مش بتشيك ان لازم يكون المحور الافقي اللي هو المحور بتاع الموازي للجوفيتا البابل عمودي على الفيرتيكال عشان تتاكد المستوى الافقي المستوى الافقي افقي وبالتالي المستوى العمودي عليه اللي هو الفيرتيكال اكسس بتاع الجهاز راسه في اتجاه ايه النورث دايركشن. نمرة 9 بيقول لك هتجي لك تو تشيك ذا لونجيتودنال بابل اكسس تو بي برنديكولار تو فيرتيكال اكسس بي. فنسين السؤال رقم 9 بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو كان الفيس ليفت لنقطة القراية عنده كان بكام؟ للزينة ثانية 93 درجة و21 دقيقة و28 ثانية يبقى الفيس رايت كام؟ أنا إيه اللي بيربط الفيس ليفت بالفيس رايت؟ مش السمشن بتاعهم لازم يساوي 68؟ لو أنا عندي فيس ليفت أو فيس رايت أعرف أجيب منها الثانية صح؟ عشان عندي فيس ليفت زائد فيس رايت بيساوي كام؟ 360 وهو مديك الفيس ليفت أعرف أجيب الفيس رايت يبقى الفيس رايت بيساوي إيه؟ 360 ناقص الزاوية بتاعت الفيس ليفت هتطلع كام؟ 266 درجة 38 دقيقة 32 ثانية اللي هي نمرة سي. الفيس ليفت ده بتعمل ايه؟ الفيس ليفت ده أول قراية الجهاز. الدكتور يقول لك أنت عارفها إزاي؟ تعرفها إن يكون في جهاز كده دايرة رأسية اللي بيلف بيها التلسكوب تكون عليها في اليمين. دي الفيس ليفت. طب أنا مش عارف مش مركز أخدت القراية أو بدأت القراية وانا مش هنشغل واخدها اعرف ان الاثنين القرايه قدامي في السيرت وفي السرايت. ما كل وضع الجهاز بيقرا لك قرايتين زينس وهوريزونتال. شوف ايه قيمه الزينس قد ايه. لو كانت قيمه الزينس قريبه من 90 معناها الوضع اللي الجهاز فيه ده كان اسمه في السيرت. لو كانت الزينس ديت قريبه من 72 معناها الوضع اللي بيتاخد فيه الجهاز او القرايه ديت كان ايه في السرايت تمام. انت بتشوف على الزينس كام لو قيمتها قريبه من 90 ده في السيرت قريبه من 270 في السيرت رايت. هو مش بيقول لك ده ده فيس ليفت في السرايت. ما بيقولكش انت اللي بتشوف انت اللي بتحدد اصل هو مش سر معاه عايز سر فيس ليفت عايز سر فيس ليفت عادي هو بس مدرسه بتقول لك سمعها كده في مدارس بتعكس فاهم. سؤال رقم 10 بيقول لك لو كان الفيس ليفت الزاويه هوريزونتال كذا والفيس رايت لا بيقول لك ايه بيقول لك انت سؤال رقم 10 بيقول لك ايه؟ بيقول لك عشان اوصل لاول نقطه او جيت الجهاز عند اول نقطه كان القرايه في السيرت كام؟ 30 درجه 25 دقيقه و12 ثانيه. قال لك ولفيت الجهاز اتجاه الكلوك وايز صح 55 اتجاه البوستيف للجهاز
في التوديت هو اتجاه بروبايل. يعني انت بتبدا من زيرو، من زيرو يوصل ل 90، من 90 ل 180، من 180 ل 270، 270 ل 360. فانت الاتجاه الموجب بتاعك اتجاه بروبايل، اتجاه عقارب الساعه. تمام؟ فبيقول لو انا جيت الجهاز عند النقطه ايه؟ وكان قرايه الجهاز الفيس ليفت او الفيس رايت، الفيس ليفت 30 درجه 25 دقيقه 12 ثانيه. ايوه، ولفيت الجهاز اتجاه بروك وايز النقطه الثانيه، فكانت قرايه الفيس ليفت كام؟ 150 درجه 30 دقيقه 16 ايه؟ ثانيه. قال لك طب انا لو انا لفيت الجهاز عند بروك وايز عشان اوصل للنقطه، الجهاز هيقرا لي الفيس ليفت ايه؟ مش نفس الحاجه؟ مش انا عشان اجيب الزاويه ما بينهم هي عباره عن فيس ليفت تعديل، نفس فيس ليفت تعديل صح؟ فلازم القرايه دي تكون هي هي، لفيت كروك وايز او انت كروك وايز. يبقى لازم تطلع نفس الكيلو. طالما انا ما حركتش جهاز، وانا ازاي احول من وضع الجهاز فيس ليفت فيس ليفت لو انا في الموقع؟ قال لك انت تمسك الجهاز تلفه كده 180، يعني تخلي الفيرتيكال ديت الفيرتيكال سيركل ديت بدل ما على ايدك يمين خليها على ايدك شمال، وامسك التلسكوب اقلبه. ما انت لما بتلفه فهتبقى الجوك الاوبجيكتيف لينس عندك. والاي بي سي اللي انت بتبص منها الناحيه الثانيه، فانت لازم تقلبها صح؟ كده انت حولت من فيس ليفت لفيس رايت او من فيس رايت لفيس ليفت. تمام؟ فانت انت في الوضع دوت ما قلبتش جهاز، انت بتمسك جهاز تلف بيه. يعني لسه برضه الفيرتيكال اكسس الفيرتيكال سيركلر على ايدك اليمين. فانت بدل ما بتلف كده لا بتلف زاويه اكبر. فالجهاز هيقرا نفس الكيلو. عشان اصلا يعني الرزات الانجل ما بين النقطتين هي عباره عن ايه؟ فيس ليفت النقطه دي ناقص فيس ليفت النقطه دي، او فيس رايت النقطه دي ناقص فيس رايت النقطه دي. تمام؟ بس لو ده لو ما كانش فيه ايرور. فلازم تطلع نفس الكيلو. بص يا باشمهندس، اللي بيغير لك وضع الجهاز من فيس ليفت لفيس رايت انت بتعمل ايه؟ تمسك الجهاز نفسه على الترايبل تدوريه كده 180 درجه، هتلاقي في الجهاز نفسه فيه ايه؟ فيرتيكال سيركلر كده، دايره راسيه كده. فتاكد ان هي بدل ما كان على ايدك اليمين تبقى على ايدك الشمال. فالجهاز ده فالاوبجيكتيف لينس اتقلب، انت بتبص من الايبس لا اتعكس بقى هنا الدي بقى هنا فتلفيه كده حولت من فيس ليفت لفيس رايت. تمام؟ فهتلاقي القرايه بتختلف، لكن يعني الزيرو بتاع الجهاز اتغير. لكن في الوضع الثاني لا، انت كنت لفيت ايه؟ هو وضع لفيت فلو كويس بس لسه برضه الفيرتيكال سيركلر على ايدك اليمين، بس انت لفيت مثلا زاويه قليله عشان توصل للنقطه. قالك بقى لو فهمي بنفس وضع الجهاز بس زاويه اكبر، يعني بدل ما تلف فلو كويس لفيت انت فلو كويس لحد ما توصل للنقطه. تلاقي نفس الكيمة برضه. لان لسه فاضل فيس ليفت صح؟ لسه برضه الفيرتيكال سيركلر على ايدك اليمين. تمام؟ السؤال رقم 11 يقول لك ايه؟ فيس ليفت او كونتر ريجنج فور ذا فيلي. يقول لك لو كان الفيس ليفت للزاويه الهوريزونتال 120 درجه 25 دقيقه و 16 دقيقه و 22 ثانيه، اعرف اجيب الفيس رايت؟ مش انا عندي الفيس ليفت ناقص الفيس رايت بيساوي الرقم ده، وعندي قيمه الفيس ليفت، يبقى الفيس رايت بيساوي ايه؟ الفيس ليفت ناقص دي صح؟ العلم السالب ينفع في الهوريزونتال عشان حاجه سالب؟ بالايرور. انا لسه انا قلت ايه؟ قيمه الايه؟ الفيس رايت. هل قلت كوريكت فيس رايت؟ كلمه فيس رايت اللي هي ايه؟ اللي الجهاز المفروض يديها لي بالايرور. تمام؟ الجهاز مش هيديك الديفرنس، الجهاز بيديك فيس ليفت، فيس رايت انت بتجيب الديفرنس. تمام؟ فاعرف اجيب الايه؟ الفيس رايت اللي هي الفيس ليفت ناقص الفرق ما بينهم. طلع لي بالسالب، ينفع اشوف سالب الهوريزونتال اعمل ايه؟ ازود 360 بزود يبقى كام؟ 300 درجه 23 دقيقه 54 ثانيه اللي هي بي. السؤال ده بقى يا باشمهندس بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو كانت فيس ليفت كده والفرق ما بينهم الرقم ده، هات لي بقى ايه؟ الكوريكت فيس رايت، يعني كلمه فيس رايت بس مصححه. طب الايرور ده عباره عن ايه؟ مش الايرور احنا قلنا 180 ناقص الديفرنس صح؟ اللي هي 180 ناقص الفرق ما بينهم اللي هي كام؟ 180 درجه دقيقه 22 ثانيه، يعني هيبقى كام؟ سالب دقيقه 22 ثانيه. طب اللي احنا قلنا الترو ريدنج او كوريكت ريدنج هي عباره عن ايه؟ القرايه اللي عندي زائد الايرور على الاثنين. الايرور بايه؟ بالشرط، يعني هتبقى 120 درجه 25 دقيقه و16 ثانيه ناقص اللي هي كانت زائد بس عشان الايرور بالسالب بقى ناقص الايرور على الاثنين، هتطلع الفاينل كام؟ 120 درجه 54 دقيقه 35 ثانيه. تمام؟ دي ايه يا باشمهندس؟ باشمهندس كان بيسال دي كوريكت، دي الفرق دي ودي، دي الريدنج اللي انا قريتها، بس دي الريدنج اللي متصححه. Thank you.
في رقم 13 بيقول لك لو كان الفيس ليفت للزينس رقم والفرق ما بين السبمشن بتاع الفيس ليفت والفيس رايت بالايرور رقم. اوجد بقى كوريكت فيس فيس رايت مش هي عشان الايرور بتساوي 360 ناقص السبمشن بتاعهم بالايرور هيطلع ايه؟ الايرور بالسالب. يبقى ترو ريدنج هي عباره عن فيس ليفت زائد الايه؟ الايرور عادي بنحط الايرور بايه؟ بشرط يبقى 91 درجه 25 دقيقه 16 ثانيه زائد الضرب في النقط بقى ناقص 3 دقايق و22 ثانيه على 2 هتبقى كام؟ 91 درجه 23 دقيقه 35 ثانيه تمام؟ السؤال رقم 14 بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت لما وجهت الجهاز عند النقطه كيو كانت نهايه الجهاز كام؟ او الهورزونت انجل الجهاز ادالك كام؟ 245 درجه 13 دقيقه 41 ثانيه. قال لك ومسكت الجهاز لففته زاويه 156 درجه و6 دقائق و12 ثانيه في اتجاه عقارب الساعه عشان توصل للنقطه ايه؟ يبقى الجهاز هيقرا لك ايه؟ مش كان قال كده في الوقت ده وانت لفيته كمان 156 درجه عشان يوصل للنقطه دي يبقى هيقرا ايه؟ السمشن بتاعه صح؟ كان عامل زاويه كده بعد كده كمان زودته زاويه كده فهيجي هيقرا كام؟ دي زائد دي فلما تجمع دي زائد دي هتلاقي زاويه كام؟ 401 درجه. هل في حاجه اسمها زاويه 401؟ بعمل ايه؟ قطع 168 صح؟ هتيجي ان هي خلاص لفت كده وخلصت دي وطلعت كمان حته زياده صح؟ يعني بدات كمان في الزيرو جديد صح؟ يبقى الزاويه هتبقى كام؟ الرقم ده ناقص 360 هيبقى كام؟ 41 درجه 19 دقيقه 53 ثانيه. كيو ايه؟ ما هو كيو انا مسكت الجهاز ووصلته كيو قرا لي كام؟ او وجهت له كيو قرا لي كام؟ 245 درجه. انا مش عارف الزيرو فين. ما نسيت اقول لك يا باشمهندسين انتوا دي مدرستين مدرسه ان انت لما تجيب الزاويه الهورزونت ما بين نقطتين بتصفر الجهاز عند اول نقطه وبعد كده تلف النقطه الثانيه يبقى القرايه اللي عند الهورزونت اللي هي فعلا الزاويه ما بينهم يا اما بتاخد اول قرايه وتاخد ثاني قرايه والفرق ما بينهم هي اول الهورزونت. فمعظم الناس ما بقاش تمشي المدرسه القديمه ليه؟ انت بتضيع وقت كل شويه تخش السيتنج وتصفر الجهاز توصل عند النقطه دي عشان تقيس الزاويه بين النقطتين دول. رحت النقطه الثانيه صفر الجهاز النقطه الثانيه صفر الجهاز. طب انا اعمل كده ليه؟ بناخد القرايه وقرايه وعارف ان الزاويه بينهم هي ايه؟ فرق القرايتين صح؟ فانا الزيرو هنا مش عارفه فين. يعني انا وجهت الجهاز اول نقطه لقيت الهورزونتال 254 من الزيرو بتاع الجهاز انا مش عارف الزيرو فين. انا ما صفرتش الجهاز مش عارف الزيرو فين. ممكن الجهاز قاعد يلف مش عارف الزيرو فين تمام؟ مسكت الجهاز بس انا عارف ان انا مسكت الجهاز لفيته 156 درجه عشان اوصل للنقطه الثانيه. يبقى اكيد الجهاز هيقرا ايه؟ ال 156 اللي قريتهم زائد الزاويه اللي كان قاريها الاول. طب بقت الزاويه 401، هل في حاجه اسمها زاويه 401؟ لا، انا اخد 360، انا من 0 ل 360. يبقى انا عارف ان الجهاز راح من 0 ل 360 ومشي كمان شويه في الايه؟ في المربع الجديد اللي هو من 0 ل 90. هو ده اللي هو اصلا. ده مش لا، دي القرايه. بيقول لك القرايه المفروض الجهاز يقراها. الهورزونتال انجل هي الزاويه اللي دورها من كيو ار اللي هي 156 درجه. ايوه. هو قال لك انا دورت من كيو ار عشان اوصل من كيو ار زاويه كام؟ 156. وكان الجهاز قال عند كيو كام؟ 245. يبقى الجهاز المفروض يقرا عند ار كام؟ دي زائد دي؟ صح؟ فلما جمعت الاثنين لقيتهم 400. وهل في حاجه اسمها 400؟ مفيش زاويه 400. يبقى اكيد الجهاز خلص من 0 ل 360 ومشي حته شويه اللي هي كام؟ 41 درجه. تمام؟ سؤال نمرة 15 هو مديك مؤشر ده بيعبر عن اوبتيكال فيوديت وبيقول لك اقرا لي الزاويه. هو بيكون مديك الزاويه الزاويه بتكون بضربات والتدريج ده بالدقائق. فانت بص شوف المؤشر راح عند انه كام دقيقه. بص كده اول زاويه الفيرتيكال 94 كام؟ المفروض 94 كام؟ المفروض 23 بس مفيش 23 يبقى مش 22 يبقى 94 درجه ضرب 22 كام؟ دقيقه دي الفيرتيكال. طب لو زودتها لتحتيها 238 درجه كام دقيقه؟ 29. انا اختيار اللي عندكم سي 94 22 ده الفيرتيكال 238 29 ده الايه؟ الزينس او الهورزونتال. هو عادي لو الارتفاع كده ولا ممكن تبقى نون اوف ديز؟ لا المفروض نون اوف ديز بس احنا هنمشيها 23 22 ممكن بس انت المفروض تجيب الاكزاكت اللي انت شايفه بعينك تمام؟ سؤال رقم 16 سؤال رقم 16 هو عمل ايه؟ مسك لي نقطة واحدة أخذ لها اتنين فيس ليفت
واثنين فيس رايت. بيقول لك قول لي انه البيست ريدنج للنقطه دي او البيست فيس بيست فيرتيكال انجل للنقطه دي او زينس انجل للنقطه دي اعمل ايه عشان اجيب البيست لاي حاجه؟ ايه هي؟ اخد الافريج. طب انا ينفع اخد الافريج من اثنين من نوع اثنين من نوع؟ مش انا مثلا لو عايز اقسم برتقانات لازم يكون عندي خمس برتقانات واقسمهم على عددهم؟ ما ينفعش اجيب تفاح صح؟ فانا حاول لازم احاول الفيس ليفت الفيس رايت او الفيس رايت ليه؟ الفيس ليفت لازم اجيب الافريج يكون الاربعه نفس الحاجه صح؟ طيب ايه اللي بيربط الفيس ليفت والفيس رايت بالزينس؟ مش دي زي دي بيساوي 360؟ يبقى الفيس رايت عشان احولها الفيس ليفت هي عباره عن ايه؟ 360 ناقص الزاويه اللي هي 268 دي بالنسبه لواحد ار. طب بالنسبه لاثنين ار 360 برضو ناقص كام؟ الزاويه المكتوبه اللي هي كام؟ 268 و54 دقيقه و31 ثانيه. فتلاقي كلهم بيلعبوا في كام؟ في ال 91 درجه وشويه دقايق وثواني. طب عايز اجيب البيست مجموعهم على ايه؟ عددهم. تمام؟ فيطلع لك في الاخر كام؟ 91 درجه و14 دقيقه و28 ايه؟ ثانيه اللي هي كام؟ سي. طيب اهم سؤال بقى يا باشمهندس ده سؤال هنعمل ايه؟ ده سؤال ايه؟ سيروا فيها اكيد يعني. خلاص دلوقتي احنا نزلنا الموقع وورينا ايه؟ نقطتين تمام؟ كل نقطة بقررها ايه؟ مرة في ستيفت ومرة ايه؟ في سرايت تمام؟ تمام. أول حاجة أنا بشيك أشوف ايه؟ أشوف حصل ايرور أو في ايرور في الجهاز ولا لأ؟ صح؟ طب بشيك بإيه؟ الهوريزونتال لازم الفرق ما بينهم يبقى كام؟ 180. ثبت عندك الديفرنت ما بين النقطتين هو عبارة عن في ستيفت ناقص في سرايت، ثبتها. في ستيفت ناقص في سرايت. طلعت سالب ينفع سالب؟ اعمل ايه؟ ازود 360 فانت ثبتها عندك فيس ليفت ناقص فيس رايت ما تطرحش كبير ناقص صغير فيس ليفت ناقص فيس رايت ما تطرحش كبير ناقص صغير بقت ازيد بقت بالسالب اعمل ايه؟ 360 يعني اول واحده عايز اجيب الفرق ما بينهم 232 درجه 120 دقيقه ناقص 250 درجه 32 دقيقه هيطلع كام؟ 179 درجه 56 دقيقه. طب النقطه الثانيه خمسة انا بقول ايه؟ ثبت ايه؟ فيس ليفت ناقص فيس رايت. اي حد هيشتغل هيقول دي ناقص دي هتلاقي كام؟ هتلاقي طلعت لك كام؟ مش 180 179. جرب اطرح دي من دي هتطلع لك كام؟ 179. لكن لما تطرح دي من دي هتطلع لك كام؟ سالب 179. تجمع عليها 360 هتبقى كام؟ 180 درجه واربع دقائق ودي الصح. ثبت عندك فيس ليفت ناقص فيس رايت طلعت بشارة سالب في الهوريزونتال لازم ازود 360 ما ينفعش اكتب في اي جدول الهوريزونتال بالسالب يعني لو كتبت بالسالب تلاقي الدكتور يعمل لك كده غلط ما بيكملش معاك المساله اصلا انت مش فاهم تمام؟ طيب كده خلاص شفت ان دي فيها ايرور دي فيها ايرور طيب دي فيها ايرور دي فيها ايرور استخدم انا واحد الافريج ما بينهم صح؟ انا مش عارف دي مشاركه قد ايه في ايرور دي مشاركه قد ايه في ايرور دي؟ لا ده فرق ما بينهم ده بيقول لي في ايرور ولا لا؟ ما لو دي 180 دي 180 خلاص هقول فيس ليفت ناقص فيس ليفت او فيس رايت ناقص فيس رايت صح؟ لكن انا مش عارف دي فيها ايرور اكتر ولا دي؟ هل الوضع اللي كان فيه فيس ليفت جاب لي ايرور اكتر ولا الوضع اللي كان فيه فيس رايت؟ فاعمل ايه؟ اخد الافرج ما بينهم انا 50 50 لما بحط بزود عشان بفترض 50 50 لكن لما باجي بقى اشتغل بالحقيقه لا انا اخد الافريج ده مش شايف كذا ده مش شايف كذا والافريج برده بيخليني ان انا اخد برده نفس القيمه ما الافريج بيخلي الايرور ايه دوت بقى نص دوت صح انا باخد دي زي دي على الاثنين طيب لما اجيب بقى الديفيوس دايركشن او الديفيوس قيمه الافريج انا قلت عشان اجيب المين او الافريج لازم يكون الاثنين ايه نفس الحاجه يا اما الاثنين فيس ليفت يا اما الاثنين ايه فيس رايت طب يبقى يا اما احول دي فيس ليفت يا فيس رايت ثبتها عندك الريديوس دي بتساوي ايه فيس ليفت زائد فيس رايت وبص على كلمه الفيس رايت لقيتها ازيد من 180 اطرح منها 180 لقيتها اقل من 180 زود عليها 180 يعني ايه فيس ليفت زائد فيس رايت موجب سالب 180 على الاثنين بس تشوف الفيس رايت لقيت كلمه الفيس رايت ديت كلمتها ازيد من 180 يبقى اطرح منها 180 كلمتها اقل من 180 ازود عليها 180 ثبتها عندي فيس ليفت زائد فيس رايت
هو لو سايب 180 اشوف كلمه الفيس رايت دي لا الاف كيما بتاعتها ازيد 180 يبقى اطرح منها كام 180 كام كلمه عالي 180 ازود عليها كام 180 تمام للنقطه دي والنقطه دي فانت لما تيجي تعمل كده فدي دي الفيس ليفت زي الفيس رايت والكلمه دي ايه عالي 180 يبقى لازم اعمل ايه ازود 180 يبقى انا عارف ان الافرج المفروض يطلع ايه قريب من الافرج دي ولا دي قريب من دي مش انا دي هزود عليها 180 هتبقى برضه 232 وحاجه صح فانا عارف ان الافرج هيطلع كام 232 ايه وحاجه يعني هو 232 30 درجه و 0 ثواني طيب دي فيس ليفت زائد فيس رايت هنا فيس رايت ايه ازيد 180 لما الاقي ازيد 180 نعمل ايه اخد منها 180 صح فانا عارف ان الافرج هيطلع كام 45 وذ رينج اللي انا بطلع من ديت كام 180 فيطلع كام 45 درجه و14 ايه دقيقه طيب عشان اجيب الريزلت ده انجل بنقطتين اطرح ايه ناقص ايه كبير ناقص صغير ولا اللي انا بروح اللي انا رحت له من اللي انا رحت من اللي انا كنت عنده عشان عايز اجيب الريزلت الانجل انا كنت هنا قاري القرايه بعد كده لفيت الجهاز ارى قرايه ثانيه يبقى اكيد الزاويه بينهم ايه القرايه عند اخر وضع انا رحت له ناقص القرايه عند ايه اول وضع يبقى الزاويه ما بين A و B هي الريديوس عند B ناقص A مش كبير ناقص صغير انا رحت من A ل B فالجهاز كان قاري عند ايه قرايه بعد كده راح عند B يبقى اكيد الزاويه ما بينهم ايه القرايه اللي وصلها عند B ناقص القرايه كانت عند ايه A يبقى الزاويه ما بين نقطتين هي او الزاويه ما بين A و B هي الريديوس B ناقص A مش كبير ناقص صغير B ناقص A طب لو اشاره سالب زود الخماسي انا ينفع احطه في الهوريزونتال الثالث؟ لا بص هنا لما اقول بي ناقص ايه هتطلع ايه؟ سالب 45 بتفتح منها 232 سالب فتزود عليها الخماسي هتطلع كام؟ الزاويه دي طب ده بالنسبه لايه؟ الهوريزونتال انجل نخش بقى في الزينس الجهاز بيطلع لي ايه؟ زينس انجل الجهاز اللي هي بتطلع لي دي مكتوبه فيرتيكال زينس انجل مش فيرتيكال انجل الزاويه اللي الجهاز او النقطه عاملاها مع الايه النورث دايركشن او الفيرتيكال اكسيس وانا عايز الفيرتيكال انجل فاشوف انا من اول نقطه خدت لها فيس ليفت وفيس رايت عشان اشوف الجهاز فيه ايرور ولا لا ايه اللي بيؤكد لي بالزينس او الفيرتيكال لازم السمشن بتاع فيس ليفت وفيس رايت كام 360 فاجمع دي زائد دي 360 6 درجات يعني في ايرور دي زائد دي 360 6 درجات يعني في ايرور طيب الريديوس فيس ليفت انا دي ايه زينس انجل زينس انجل طب عايز اجيب ايه الفيرتيكال انجل اللي بنسميها الريديوس فيس ليفت بتساوي ايه قال لك الريديوس فيس ليفت بتساوي ايه بتساوي 90 ناقص فيس ليفت ثبتوها 90 ناقص فيس ليفت احطها بشريطها 90 ناقص فيس ليفت طب الريديوس فيس رايت قيمه الفيس رايت ناقص 270 الاولى 90 ناقص فيس ليفت ثبتوها 90 ناقص في الصفر وحطها في شريطها عشان الشريط هيقول لك النقطه دي ديبريشن ولا انفيشن اعلى ولا اوطى من خط ايه من المستوى الافقي بتاع الجهاز 90 ناقص ايه في الصفر اما الايه الفيس رايت الفيس رايت ناقص كام 270 حط كل حاجه في شريطها في الفيرتيكال ما بنشيلش اشارات فلما تيجي تطلع ديت 90 ناقص في الصفر هتطلع كام 58 كام دقيقه بالموجب طب لما تيجي تطرح هنا 90 ناقص 95 هتطلع كام؟ سالب 5 و7 ايه؟ دقايق طيب لما تطرح هنا ديت ناقص 270 هتطلع موجب درجه و4 ايه؟ دقايق لما تطرح ديت ناقص 270 تطلع بالسالب سالب 5 و4 دقايق انا ديت جابت لي قرايه وجابت لي قرايه دي فيها ايرور ودي فيها ايرور باخد الايه؟ الافرج دي زائد دي على الاثنين هتطلع لك ديت دي زائد دي على الاثنين هتطلع لك ديت ديت هكتب خلاص كده خلاص لا الفيرتيكال انجل لازم اشوف النقطه هل حصل لها الفيشن ولا ايه ديبريشن فدي بص يبقى حصل لها ايه الفيشن يبقى النقطه اعلى من ايه المستوى الافقي لازم يكون جنبها ايه الفيشن بي النقطه ايه اوطى مستوى الافقي بتاع الجهاز يبقى النقطه ايه حصل لها ديبريشن خلاص يا باشمهندسين حد مش فاهم حاجه بس سكشن 5